المدارس اللي هتشوفوه، المشاهد اللي هتشوفوها، تعابين داخل المدارس، نشء وأطفال يلاقوا تعابين داخل المدارس، طبعا ربنا يسلم يعني. لكن مين اللي ممكن يسمح بأن المصيبة دي تمتد بهذا الشكل؟ ولو في تلميذ أو اتنين أو تلاتة أصيبوا مثلا أو حصل لهم أي مكروه، تعالوا نشوف التعابين داخل مدارسنا، يعني لا تعليم وكمان مليانة تعابين. حالة من الذعر أصيب بها طلبة وأولياء أمور مدرسة أحمد شوقي بمدينة 15 مايو بعد ظهور ثعبان من فصيلة كوبرا داخل المدرسة، وقررت إدارة المدرسة الاستعانة بحاوي لإخراج الثعبان من إحدى غرف المدرسة. بنتي اتصلت بيا بعد يوم الأربعاء، قالت لي يا ماما الحقيني ده التعبان في الفصل اللي تحت، اللي تحت على طول، تعالي خديني. فجيت المدرسة شفت بقى التعبان ومعي صور والولاد مصورينه، وكانت هرجله وسويت بقى وصريخ بس كان تعبان ابيض ومعها عامل مموتاه، وجم دفنوه وهكذا. وبعدين كلمنا الاداره وتجمعنا تاني يوم ورحنا الاداره، ومدير الاداره قال انا لسه عارف الموضوع، ولا ازاي احنا هنقفل المدرسه يومين تتطهر؟ طب يومين مش هتكفي؟ اسبوع يا جماعه، برده اسبوع مش هيكفي. شفنا على الطبيعه الحاجه دي، ولاحظنا ان في حاجات زواحف ظهرت فعلا، لكن الله اعلم بمصداقيتها، لان في واحد من اولياء الامور تبرع وجاب واحد بيسموه الرفاعي اللي هو الشيخ اللي بيطلع الحاجات دي، فاحنا ما نثقش في الراجل ده، يعني دي ظاهره مش علميه عشان اجيب واحد يقرا ويعمل ويطلع لي تعبان. الناس دي متهمه كلها بنوم نصابين، فالله اعلم مصداقيته ايه، جاب حاجه ما جابش حاجه. طبعا الموضوع ده لازم يصير رعب لدى اولياء الامور. قلنا المدرسه تتقفل، قالوا ما تنفعش انها تتقفل، طالع من قلب الفصول حضرتك وجابوا الرفاعي مطلعه بطوله كده اهوت متصور، وقالوا لك احتمال مش ما يكونش من المدرسه، لا اللي متصور ورا الرفاعي المدرسه ذات نفسها، واحنا شفناهم ومدرسه موتاه جوه. الوقت كل المديره تقول لك بصلاحيتي، مدير العام بصلاحيتي، ورحنا له الاداره برضه ما فيش شايده. ايه العمل حضرتك؟ احنا بنجيب عيالنا دلوقتي عشان يموتوا؟ قلنا اجازه، إيه سواء حد اتنين سواء لاخر الاسبوع، بحيث ان احنا اجلنا الامتحانات نهائي. ولكن حته ان الدراسه ما اتقفلتش، لا احنا بدانا، افرضي ولي امر او ولية امر بيشتغلوا لهم اولادهم بيجيبوهم من المدرسه، فما اقدرش اقفل الباب في وشهم. لكن لو في ولي امر ما جابش اولاده فدي ما فيش فيها مشكله، يبقى اذا انا اديت الفرصه المتاحه للاهالي بحيث انزل هيجيبوا اهالي اولادهم اهلا وسهلا، مش هيجيبوا يقعدوهم في البيت ما فيش اي مشكله. حتى فتره الامتحانات اتاجلت بالكامل. هي اتقفلت يومين اتنين بناء عن التعبان اللي دخل الفصل، هم لو ما صدقوش ان في تعبان دخل الفصل ما كانوش هيقفلوها. حد واتنين بس اتقفلت يومين اتنين، غير اليومين اتنين ما فيش حاجه. احنا عملنا على الفيس وعملنا شكاوى وديناها الاداره، واحنا رحنا بنفسنا الاداره، احنا نستنى ما عيالنا تتضرر اكتر من كده. تعبان كان طويل يعني يجي لهنا لهنا هو، ولسانه بيطلع عنده حاجتين دول. كنا نازلين شفناه من عند حتة كيشي كده من الباب اللي ورا، وتأول كده وسخ كده طوله كده قد كده، ولونه رملي كده بني. مايو دي منطقة جبلية، فعندنا الزواحف دي ده أمر طبيعي. أنا في عمارتي يعني طلعوا لغاية الخامس، بس هي القضية إن إحنا خايفين على أولادنا، عشان كده إحنا اتحركنا ما سكتناش. الحي، الجهاز، الناس دي كلها كل يوم بتجتمع عشان خاطر المدرسة. هو إمبارح كنا في المراجعة مع ميس سعاد، وبعد لما خلصنا لقينا ميس سعاد عمالة تنادينا اطلعوا بسرعة اطلعوا بسرعة، التعبان إيه دخل على الفصول. فإحنا طلعنا أنا وأصحابي رحنا نشوف في كيجي، لقينا التعبان عمال يجري في قلب الحوش بتاع كيجي، مدرسين عماله تجري وراه. شفت بعد ما كنا احنا طلعنا الفسحه لقينا ميس هويده بتقتل التعبان، وبعد ما قتل التعبان قعدوا كلهم يزقفوا ويضحكوا بعد ما قتلوا التعبان.